محاضرتنا اليوم هي الأوكلوزال إكزامينيشن اللي كان المفروض نخلص الأول، بس أنا كان عندي أمل إن نرجع للدوام وبالقاعة أعطيكم إياها، بس بعد الظروف حكمت. إذا تذكرون أخذنا الإنترا أورال إكزامينيشن، قلنا هي الإنترا أورال إكزامينيشن الدينتستري 3 تايبس: بري أبيكال إكزامينيشن، إنتر بروكزيمال إكزامينيشن، أند لاستلي الأوكلوزال إكزامينيشن. الأوكلوزال إكزامينيشن شنو؟ أو شنو البيربس من عنده؟ is to view large area of the maxilla or the mandible on single radiograph on one radiograph، بس أشوف منطقة أكبر. هي نفس البريأبيكال، البريأبيكال طلعنا مثلا 3 أسنان 4 أو سنين، هاي تطلع أكثر large area كل الجو أو 3 أربع الجو. هاي بمعنى the image receptor is placed in the mouth between the occlusal surfaces of the maxillary teeth and mandibular teeth. يعني أحط الفيلم بالبيشنت، بالبيشنت ماوث، وأقول له أطبق. أحطه وين؟ على occlusal surfaces مال mandible، وأقول له أطبق على كيفك، فهو راح يطبق على كيفه. من اسمها occlusal، يعني جاي من occlusion، يعني أطباق راح يصير. أقول له على كيفك أطبق. هذا الأطباق مال البيشنت إيش راح يسوي لي؟ يساهم بيسوي لنا فد stabilization للإيمج ريسبتر، يعني يثبتها بمكانه. يعني بهالحالة البيشنت ما يحتاج لزمة ولا أحتاج فيلم هولدر. زين، عدة types of occlusal examination. two types من الأوكلوزال راديوغراف نشوف إحنا، نشوف topographical occlusal راديوغراف اللي هو على جهة اليسار، ونشوف الكروس سكشنال، الكروس سكشنال أوكلوزال راديوغراف. تشوفون شلون الأول شيء سايز مال فيلم أكبر من البري أبيكال، ماخذي إحنا عرفتوا سايز 4 كلش كبير، فبالتالي شو راح يشوف؟ نشوف عدة لارج أريا. هسه التوبوغرافيكال اللي دا نشوفه هو مثل البري أبيكال، نفس البري أبيكال راديوغراف، بس شنو؟ أكبر. توبوغرافيكال تكنيك برديوس إيمج ذات لوكس لايك أ لارج بري أبيكال راديوغراف. التكنيك مالته شلون؟ يعني الطريقة تشبه الباسكتينج تكنيك. همي أنا أجي أتخيل إماجيناري سوري اللونج أكسس مال التوث ويا اللونج أكسس مال الفيلم، وأتخيل هاي اللي حصر تراينجل الزاوية، ويجي فد إماجيناري باسكتر يقطع هاي الزاوية، فأني الكون مالتي راح يصير بيربنديكولار على الإماجيناري باسكتر. زين، هاي التوبوغرافيكال أو يصير ناخذها بالمكزلة، يصير ناخذها للماندبل، ويصير ناخذها بالانتيرير تيث، ناخذها للبوستيرير تيث مثل ما تشوفون بها. زين، ايش تعطينا مثل ده؟ نشوف مساحة اكبر، فيعني لارج انفورميشن، تعطينا جريتر انفورميشن اكثر من البري ابيكال راديوغراف. زين، هسه انتم تشوفون قبل حتى يعني هم من ندخل على اليوزز يصير عندكم فكرة. هاي الصورة اللي على اليسار اللي فوق، ايش اشوف؟ بدي اشوف من اللاترال، من لاترال كناين اخص من السنترال، هم السنترال واللاترال والكناين 4 و5 و6 و7 و8 كلها طالعة. اذا اللارج اريا، زين هي مو احسن من بهالحالة راح يصير لي شنو؟ افضل من البري ابيكال راديوغراف. ليش؟ يعني مثلا انساني لو اريد هذا البيشنت، اجاني بيشنت يقول انا جهة اليسار كلها تأذيني، الابر رايت سايد يأذيني، انت راح تضطر تاخذ للانتيرير بري ابيكال راديوغراف، تاخذ للفور وفايف، واحتمال السكس هم يطلع وياه، وتاخذ سكس وسفن وايت، يعني ثلاثة بري ابيكال راديوغراف، ثلاث مرات معرض البيشنت الراديشن. خو اوكي، اقدر اخذ كلوزر راح تطلع لي كل المساحة، كل المسافة هاي، وغريتر وتعطيني انفورميشن اكثر، واني بنفس الوقت معرض البيشنت الراديشن اقل. زين، شنو راح اشوف بيه؟ هسه هاي الصوره اللي على اليسار الفوق بدي اشوف هسه كل الساينس الباوندري مالته، البوردرز من بدت وين انتهت. زين، الجو اللي على اليسار الصوره ايش بدي اشوف؟ بدي اشوف اكو وايدنينج بالكورتيكال بليت، بالبون صاير وايدنينج. بالوسط اللي بالاسفل اكو امباكتد توث، هنا هذا كناين، هذا امباكتد كناين، اريد اشوفه صاير مطمور ليتالي اور ليبيالي. يعني السيرجون
من يريد يطلعه للتوث، يعني هو ذا امباكت دي يأذي او دي يضرب الروت، المهم لازم يطلعه، او مثلا كان اكو ديسيديوس، ديسيديوس لازم، عشان عندي ديسيديوس وانا اريد اشلعه حتى اسوي التقويم وانزل الكناين، فلازم انزل الكناين حتى اعرف وين افتح الهول مالتي الفلاب، وين اسويه او مين انزله البراكيت وكذا، فعرفه لازم وين امباكتد بكالي اور بليتالي. فهمي انا اخذ الكلوزال راديوغراف حتى يقول لي مكان التوث وين موجود. زين شغله اللخة هاي شفتوها هنا الامباكتد. الشغله اللخة التكنيك الثانيه اللي هي كروس سكشنال تكنيك. الكروس سكشنال من اسمها، يعني شنو كروس سكشنال؟ يعني مقطع عرضي، يعني جيت اني شلون تشوفون الاسنان مثل مقصوصه بالعرض طالعه شكلها مثل السيركولار اور الليبتيكال. سيركولار يعني دائري، الليبتيكال يعني بيضه والشكل هاي اكثر. وشو نشوف امينه بالوسط؟ اشوف اكو فد تطلع لي المنطقه اللي يصحوا لها سابلينجوال اريا اللي هي اندر ذا تانك. اوكي يعني بهاي الصور ايش راح نشوف؟ اشوف انه السيركولار الليبتيكال ابيرنس اوف التيث والراديوغراف ان انكريز الكفرج اوف ذا سابلينجوال اريا اللي هي او سابمانديبولار اريا اللي هي صايره تحت التانك اندر ذا تانك. الاو الكروس سكشنال اوكلوزال راديوغراف تو ييلد مور انفورميشن اباوت، هاي يفيدنا وين؟ حنشوف انفورميشن اباوت اللوكيشن اوف توراي اللي هاي الصوره اللي على اليمين اللي تحت هاي التورس مانديبولارز، حشوف التوراي وين موجوده البوزيشن مالتها، اشوف اذا كان عندي امباكتد توث، اشوف عندي اذا كان عندي ستون يعني كالسيفيكيشن سايوليثز نصيح له، هاي ستون تصير بالدكت مال سب لينجوال او سب مانديبولار سليفري جلاند، الستون اللي تصير بالدكت مال السليفري جلاند نصيح له سايوليثز. هاي يفيدني منو اشوفها بالكروس سكشنال تكنيك، راح اشوف ذني الشغلات. كذلك هم تشوفون هاي الصوره الفوق شلون اشوف اكو ليجن، شلون الباوندري مالته، شلون صاير اكسبانشن، مسوي ريزوبشن. زين هسه هاي عندنا ليجن، اني اخذت له بري ابيكال، بدي اشوفون الليجن ايش قد حجمه، ما طالع كل لي وين منتهي الليجن، بحيث هسه الجراح اللي يريد يشيل هذا الليجن يسوي له من يعني بعدين تاخذون بالرابع الطريقه شنو اسمها ما اريد ادخل بها، يعني لازم يفتح فلاب ويطلع هذا الليجن كله يشيله. زين هو مين راح يفتح هذا الفلاب غير يعرف الليجن من وين بادي وين انتهى، او الباوندر البوردرز مالته الحدود؟ فش راح ما من اخذ بري ابيكال تشوفوها ما باينه، ايش سوى؟ اخذ كلوزال، بالكلوزال بين عرف تقريبا من الفايف للفايف راح يفتح فلاب شويه من السكس للسكس حتى يحتوي كل الليجن ويطلع. عرفتوا هاي اللي اقصدها؟ لانه ما هو بال اليوسز مالتها واحدة من عدهن انه نعرف البوردرز مال الليجن البوزيشن مال الليجن. هسا ناخذها فاليوسج مالتها هي لوكيت السوبر نيوماري الان اربتد الان امباكتد تيث ارتيند روت مال الاكستراكتد تيث حتى اشوفه قلع مثلا بيشنت راح قلع بغير مكان واجاك يقول لك انا قلعت وباقي سن والدكتور ما طلع لي، زين انت شلون راح تعرف هذا الروت بوكالي لولينجوال؟ يعني مثلا اللور 6 اور الابر 4 و5 احنا مو عندنا تو روت، عندنا بوكال وبليتال، ثاني ما اعرف يا هو من عندهم باقي البوكال اور البليتال. يعني هو انت اذا تشوفه كلينيكال تقدر تشوفه مرات ومرات ما تقدر تشوفه وين موجود، فاش تاخذ له؟ تاخذ له اوكلوزال راح يبين هو وين موجود بوكالي او بليتال تقدر تشيله. هذا اللي اقصد شلون يعني يساعدنا يساعدنا انه locate and retain root مال extracted teeth. بعد detect the presence, locate and evaluate كما قلنا الاكستنت مال disease والليجن، locate the foreign bodies بالجو نفس اللي هسه قلناها، reveal the presence of salivary stone قلناها salivaries in the duct of sublingual and submandibular salivary gland هاي انتو تعرفوها لازم، aid in evaluating the fracture of maxilla or mandible, show size and shape مال mandibular tori. Aid in examining the patient with the trismus who cannot open their mouth only few millimeters. الترسمس شنو؟ يعني البيشنت ما يقدر يفتح حلقه هواي few millimeters بس. زي انا عنده الم وانا اريد اخذ له اكس راي راديوغراف، اقدر احط له بري ابيكال؟ بري ابيكال اول شيء الفيلم لازم
يعني لازم بايده لازم الفتحه اكثر. فش اخذ له بهالحاله؟ اخذ له شنو؟ اوكلوزال. ليش؟ انه هو يقدر يفتح شويه على قد هاي الفتحه، احط الفيلم مالتي واخليه يطبق، يعني يصير ايزي. هم يعني تفيدنا نشوف الساينس الباور بوردرز مال المكسيلاري ساينس، نشوف بيها الاكزام الكليفت باليت، سبستيوت فور بري ابيكال اكزامينيشن بالتشيلدرن اللي ما يتحملون البري ابيكال راديوغراف اللي سنسر او الفيلم يساعدهم جاج ريفلكس، فهذا تحط لهم الاكلوزال، لانه الاكلوزال ما راح يروح على المناطق اللي تحفز الجاج ريفلكس اللي هي السوفت ولت لول تانك. هاي خلصنا استخدامها وين نستعمل. هسه ايش عندنا؟ عندنا موست كومن ستاندرد بليسمنت اللي يعني الاوكلوزال راديوغراف اللي ناخذها بها انواع، اكثرها اللي نستفاد منها هي اللي احنا نشتغلها واللي حتعرفوها هسه، ماكسيلاري توبوغرافيكال اوكلوزال راديوغراف ومانديبولار توبوغرافيكال اوكلوزال راديوغراف. هاي المكزيلا والماندبل بيه منطقتين، اخذ بالانتيريور تكنيك واخذ بالبوستيريور تكنيك. هاي التوبوغرافيكال بصورة عامة تكنيك، انا اذا اخذت المكزيلا واصح لها مكزيلا، اخذ المانديبل اصح لها مانديبولار، بس كل واحدة لها زاوية فيرتيكال انجوليشن معين الانتيريور عن البوستيريور. لانه ليش؟ لان احنا قلنا هي تشبه البايسكتنج تكنيك، كل بايسكتنج تكنيك لها فيرتيكال انجوليشن محدد، هو شيء تقريبي صار معطيكم اياه انا. زين هي اتهم اللي انا شرحتها قبل ما اقلب السلايد. زين هسه عندنا الايمج ريسبتر ريكويرمنت اللي قلناها من زمان، انه بالاوكلوزا راديوغراف احتاج الفيلم سايز 4. سايز 4 شنو يعني؟ يعني اكبر شيء، حجمه كبير، الابعاد مال تصير 3 × 2.25 انش، يعني 7.7 × 5.8 سنتيمتر. لو فيلم لو اكو فوسفور بليت هم يعني موجود خاص للاوكلوزال فيلم، بس السنسر ماكو سنسر ديجيتال سنسر ماكو خاص للاوكلوزال راديوغراف، عندنا بس السايز 2 واللي هو اقدر اسوي في التحوير استخدمه او اطلع منه اوكلوزال راديوغراف، بس راح تطلع بمساحة اقل، مو نفس الصورة الكبيرة مثل البري ابيكال، بس صارت اوكلوزال نفس ال يعني نفس البري ابيكال بالحجم، صغيرة الصورة صغيرة مو لارج اريا مال الجو. زين الاورينتيشن اوف ايمج ريسبتر احنا قلنا البيشنت لا يلزم بايده ولا احتاج اني هولدر، البيشنت راح يعب عليها، فاذا شنو الهولدر ما احتاجه، از نوت يوزد فور اوكلوزال راديوغراف. الايمج ريسبتر از هيلد ان بليس دورينج اكسبوجر باي سلايت بريشر اوف ذا تيث اوف ذا اوبوزيت جو. الايمج ريسبتر مي بي بليس انتو ذا ماوث with long dimension positioned horizontal or vertically. حسب انا هون دا احطه anterior او posterior راح اسوي vertical or horizontal. long dimension يعني شنو قصد long dimension؟ يعني هسه انتو بالبري ابيكال راديوغراف هاي العادية الفيلم العادي، بالانتيريور تيث مو تحطو الفيلم vertically وبالposterior horizontally، هذا هم نفس المبدأ. زين هسه البيشنت بوزيشن، عندنا ممكن تو تكنيك، عندنا توبوغرافيكال تكنيك وعندنا التكنيك الثانية اللي هو الكروس سكشن اللي نستخدمه اكثر شيء بالمندبل، صح ولا مندبلر كروس سكشن. الماكسيلاري بالتوبوغرافيكال تكنيك البيشنت لازم يقعد بابرايت بوزيشن عدل، الكلوزال بلين بارالل للفلور، الميساجيتال بلين بيرنديكولار للفلور، سواء هذا اني التوبوغرافيكال اخذ للماكسيلا او المندبل نفس الشيء، القاعدة راح تكون هيك، وهذا اكيد انتم ماخذين بالعملي فاهمين. زين بالماندبل اذا انا اريد اخذ له كروس سكشنال راديوغراف لازم ايش حسوي؟ لازم البيشنت ارجع راسه لي ورا بحيث شي يصير الكلوزال بلين يصير بيربنديكولار على الفلور. من اني اضبطه هذا الشيء راسا الكون راح يصير بيربنديكولار عليه مثل ما تشوفون بالصوره، يصير يعني بحيث الفيرتيكال انجوليشن هنا زيرو. ليش؟ لانه انا حتى اضمن يصير 90 درجة على الفيلم. فالوحيدة اللي هي بيها اختلاف اذا انا داخد لما ندبل الكروس سكشن هيك البيشنت تصير مالته القاعدة ارجع راسه لي ورا بحيث الكلوزال بلين يصير بيربنديكولار على الفلور. الهوريزونتال انجوليشن
نفس اللي شنا ناخذه انه لازم يصير through the contact area the pressure area مال التيت حتى ما يصير overlap وكذا، يعني نفس التكنيك. الفيرتيكال انجوليشن احنا قلنا هي تكنيك تشبه منه البايسكتنج تكنيك. بالبايسكتنج تكنيك احنا ايش قلنا؟ قلنا السنترال راي لازم يعني الكون لازم شي يكون بيربنديكولار او رايت انجل المن للايماجينري بايسكتر. هنا انا هم نفس الشيء تو ديترماين زين تو اذا انت ضبطت قعدت البيشنت هذا الكلوزال بلين بارالل فلور والميدساجيتال بيربنديكولار ومتاكد من كل شيء مضبطه، تقدر تستخدم كشيء تقريبي الفيرتيكال انجوليشن لكل جهه، يعني الانتيرير مكزيلا انتيرير جيت 5+65 المكزيلا بوستيريا +45 اللي انا سويت لكم اياه جدول بالمحاضره. هذا شو وقت تقدر نستخدمهن؟ طبعا هذا اني هذا شيء تقريبي نستخدمه ان انا مقعد البيشنت تمام اوكي، وانت ما تريد تستخدم هالقياسات بعد انت لازم تعرف وين تحدد الايماجيناري بايسكتر وتوجه الكون عليه بيربنديكولار. زين هسه نجي على وحده وحده، مثلا هسه هذا ايش عندنا؟ عندنا المكزيلاري هاي انتيرير تيث، هذا يصحوا لها مكزيلاري توبوغرافيكال اوكلوزال راديوغراف. بدنا نشوف احنا البيشنت شلون قاعده بارالل اوكلوزال بلين بارالل فلور الميساجيتال بلين بيربنديكولار للفلور، الكون اجى صار شنو؟ السنترال راي بيربنديكولار للايماجيناري بايسكتر. اذا انا ما اتخيل ما اعرف اتخيل زين الايماجيناري بايسكتر اوجهها على +65 وتطلع الصوره تمام. واكو فاريشن اوكي مثلا ما طلع ازوي 60 اسوي 70 لانه هذا كنا شيء تقريبي. هنا أنا إذا هي هم يعني مكزيلر توبوغرافي أوكلوزال راديوغراف بس للبوستيريال، بالبوستيريال +65 أكو كتب تقول +65 أكو تقول +45 فهو من ضمن هذا الرينج حتى تطلع عندي الصورة. فيعني أنا حاطت لكم بالملزمة بالمحاضرة +45 هنا أنا بالداتا بالباوربوينت 60 يعني حتى تعرفون هذا مو شيء ثابت، هذا تقريبي يصير هذا ويصير هذا. زين هسه توبوغرافيكال اوكلوزال راديوغراف ناخذها بالماندبل، بالماندبل انتيرير وبوستيرير. احنا دائما الكونفيرتيكال انجوليشن المكزيلا بالزائد بوزيتيف بالماندبل يصير نيجاتيف، هاي ماخذيها ومتفقين عليها. فايش راح يصير؟ قعدت البيشنت فيلم حطيته بارالل لونج سوري الاوكلوزال بلين بارالل فلور ساجيتال بلين بيربنديكولار فلور حطيته اوجهها. اذا انت تقدر تتخيل الايماجينري بايسكتر حطها بيربنديكولار، اذا اشوفها لا صعبه -55 واذا همينا مو كلش واضحه تقدر -50 -60 يعني بهذا ضمن هذا الليمت ضمن هذا الرينج. هاي التكنيك للبوستيريور وهمينا قلنا -45. زين الكروس سكشنال انه البيشنت ما دام قعد مضبط القعده مالتك صحيح برجع لي ورا بحيث الكلوزال بلين بيربنديكولار على الفلور ايش راح اسوي؟ راسا احط الفيرتيكال انجوليشن مالتي 0، من يصير 0 راح يصير زاويه 90 سنترال راي يصير بيربنديكولار من يعني من اخلي الفيرتيكال دايمنشن مالتي فيرتيكال سوري فيرتيكال انجوليشن مالتي 0 ايش راح يكون؟ راح اضمن انه السنترال راي راح يصير بيربنديكولار على الايماجينري بايسكتر سوري بيربنديكولار سوري بربنديكولار على الفيلم الايمج ريسبتر. زين هسه عندي شغله ثانيه اللي هي مهمه لازم تعرفوها هي لوكالايزيشن تكنيك. انا اول ما دخلتكم المحاضره يعني اول ما شفتكم قلت لكم الاكس راي اللي ناخذها هاي الراديوغراف مالتنا هي 2 دايمنشنال راديوغراف اوف 3 دايمنشنال اوبجكت 2 دايمنشن يعني تعطينا بعدين ما تعطي البعد الثالث. زين اني حتى اطلع البعد الثالث حتى احصل 3 dimensional object شو اسوي 3 dimensional image اطلع هذا البعد الثالث اللي اني مدى اشوفه اللي هو بالعاده منو يصير البوكو لينجوال وذ هذا البوكو لينجوال اور الديبث شلون اسوي في التكنيك في الموديفيكيشن حتى اطلعه. شنو اقصد بالبوكو لينجوال ريليشن شيب؟ يعني عندي اني الابر فور، الابر فور كم روت بي؟ بي بوكال روت بي بليتال روت.
من تاخذ هسه الراديوغراف العاديه انتم ما ماخذين يعني بايدكم حتى تشوفون راح يطلع لنا 1 روت بس تشوفون روت واحد. ليش؟ لان هذا الروت البوكال سوبر امبوست فوق يعني صاير فوق البليت الروت فراح تشوفوه روت واحد. ليش؟ لان انا الصوره هاي مالتي اللي اخذها هي 2 دايمنشنال ايمج اوكي ما راح يطلع لي السن اللي وراه البعد الثالث هذا اللي السن اللي ورا البليتال. شلون اطلع السن البليتال الروت سوري مو السن البليتال الروت البليتال شلون اطلعه؟ اسوي فد موديفيكيشن اللي هو الشيفت هسه اسوي انشرحه اسوي هذا الشيفتين حتى اعرف هذا البليتال روت. ليش اعرف؟ لان هذا شغلي كله بحشوات الجذور لازم اعرف اني الروتات كلها مال التوث حتى اعرف اخذ حتى اعرف اشتغل الحشوات الجذور ما اريد ادخلكم شغلها بس ضروري تعرفون شلون تطلعون الروت يعني اسوي فد موديفيكيشن باتجاه الكون مالتي راح يطلع عندي بالصوره تو روت يعني الروتين طالع البوكل والبليتال. يبقى انا شلون اعرف هذا بليتال هذا بوكل؟ هسه ناخذه زين. هسه اللوكاليزيشن تكنيك مي بي يوز تو لوكيت ذا فالونج الفورين بوديز حتى اعرف هذا الفورين بودي موجود بوكلي بليتالي امباكتد توث هذا مطمور بكلي بليتالي يعني انا ما اريد اخذ كلوزال ما عندي كلوزال فيلم اسوي هذا الموديفيكيشن حتى استخدم اللوكاليزيشن تكنيك حتى اعرف هو موجود بكلي لو بليتالي. الروتين روت هم نفس الشيء يعني بدل ما انا اخذ الاوكلوزال اقدر اسوي لوكاليزيشن تكنيك. السليفري ستونز الجو فراكتشرز البروكن نيدل and instrument dental restorative materials يعني بالروت كانالز حتى يفيدنا. The types of localization technique عندنا 2 types عندنا هي اصلا 3 types واكثر بس انا اعطيتكم المهمات اللي هي 2 types البوكال object rule اللي هي هاي المهمه واللخه اللي هي right angle technique. البوكال object rule شنو يعني؟ يعني البوكال اوبجكت رول كوفيرز ذا اورينتيشن اوف ستراكشر بورتريت ان تو ايمج اكسبوز ار ديفرنت انجوليشن. يعني انا اخذ صورتين خلاص اشرح لكم الحكي مال المحاضره حتى بعدين افهمكم اياها. يعني انت تاخذ صورتين صوره واحده ما يصير تاخذ صوره هاي الصورتين شنو الفرق الاولى عن الثانيه؟ تسوي بالثانية صورة تصير different angulation تغير بالangulation مالتك سواء horizontal or vertical using proper technique and angulation pre-apical or bite wing receptors is exposed. أول مرة تأخذ pre-apical or bite wing بكيفك أنت أي صورة عادي اللي هي عادية بالتكنيك العادي اللي شون أنتم أخذوها بالأبعاد اللي مثلا أخذتوا بالbisecting مو قلنا لكم مثلا قلت لكم دكتورة هبة بالانتيرير من 50 إلى 60 أو الكناين أو الفور وفايف 45 يعني بدون الكون العادي اللي بحيث تضمن الكون بيربنديكولار على الإيماجينار بايسكتر يعني الفيرتيكال انجوليشن مالتك الصحيح والهوريزنتال والفيرتيكال. وراها احنا مقلنا لازم ناخذ تو راديوغراف. الصورة الثانية ايش راح يصير؟ تسوي فت شيفت تغيير. Then after changing بعد سو changing the direction of X-ray beam بعد ما غيرت the direction a second pre-apical or bite wing receptor is exposed using different horizontal or vertical angulation. يعني الصورة الأولى بال vertical angulation وال horizontal angulation المضبوط الصورة الثانية لا راح أسوي shift راح أسوي تغيير بال angulation مالتك سواء هو horizontal or vertical. مثلا هسه خلينا نحكي مثلا عندنا المانديبولار كانال تتذكرون مكانها وعرفناها المانديبولار كانال او الانفيريوليفولار كانال. من اني هسه تاخذون البريابيكال راديوغراف مو دائما تطلع فحتى اطلعها اللي هي قاعده هوريزنتالي مو مكانها هوريزنتالي بالعرض موجوده بالجو ايش راح اسوي؟ حسوي فت شيفت بالفيرتيكال انجوليشن اللي جوا انزل الكون يعني بحيث اصعد يعني ازيد يعني حسوي فيرتيكال انجوليشن اغير الفيرتيكال انجوليشن انزل اللي جوا الكون حتى شنو؟ حتى تطلع لي المانديبولار كانال اوكي. فهسه انا كاتبه لكم different vertical angulation
is used when trying to locate a horizontally aligned image. يعني شنو الشغل اللي صاير horizontally؟ مثل mandibular canal حتى أرد أشوفها بعدها عن التوث قريبة عن الـ 8 أو الـ 6 و 7 ولو بعيدة حتى أطلع الـ horizontally aligned image. شنو أسوي؟ فالتغيير أغير بالـ vertical angulation مالتي. زين هذا بالـ vertical angulation. إذا الشغلة اللي تهمنا أكثر شيء هي أسوي تغيير بالـ horizontal angulation. هسه تشوفون هاي الشغلة، هسه أراويكم. هذا عندي فد فورم بادي أو structures مثلا impacted 4 impacted 5 فالتوث impact super numerary أي شيء. وهذا التوث أو هذا الأوبجكت مثلا كسرت النيدل، نيدل مكسورة، أنت تضغط أنستيزيا كسرت، ما تعرف هي بكالي لينجوالي أو super enumerary. أكثر شيء إحنا يفيدنا إحنا ناخذ هذا بال impacted teeth. أريد أعرفه هذا lingual لو بوكال. شو أسوي أول شيء؟ أجي أخذ الصورة، هاي تشوفون أي، أخذ الصورة الطبيعية اللي proper vertical angulation horizontal angulation اللي تمام ما بيها أي mistake. الصورة الثانية شو أسوي؟ راح استخدم دائما بهذا التكنيك بالامبتد، وال اذا اريد اشوف الروتات البكل والبليتال مال الفور، الروتات مال اللور 6 مو عندنا تو روت ميزيال ميزو بكل وميزو لينجوال، هذني اذا اريد اشوفهن كلنا نستخدم هوريزونتال انجوليشن. اسوي شيفت بالهوريزونتال انجوليشن. تشوفون صوره بي شلون صار اتجاه الاكس راي سنترال راي، شلون صايره ما إلى رايحة ميزيالي دشوفون يكون يعني واضحة عندكم. زين أول صورة أخذتها أني والهوريزونتال أنجوليشن مالتي كوركت هوريزونتال أنجوليشن، شفت هاي النقطة البيضة تخيلوها هو في التوث امباكت التوث. زين أوكي هسا أنا ما أعرف هذا موجود، هذا لينجوال أدخل له وطلعه لينجوالي لو أفتح فلاب بكالي فلاب، هذا يعني بالسيرجري بعدين تأخذه. المهم مين أدخل لهذا التوث؟ شو اسوي؟ اسوي فت شيفت. مثلا هسه هنا انا بالبي سويت ميزيال شيفت، الكون حركته ميزيالي، هذا اقصد بالميزيال شيفت. ايش صار؟ الصوره شوفوا الصوره الراديوغراف اللي تحتها، هذا الاوبجكت شو تحرك؟ اتحرك وين؟ لي قدام. هو الاوبجكت وين بالصوره الفوق؟ موجود تحت الفايف. بالصورة الثانية بعد ما سويت شيفت هذا الأوبجكت وين يتحرك؟ تحرك ميزيالي، يعني اتحرك بنفس اتجاه الكون. الكون أنا مو حركته ميزيالي وأخذت الصورة، هذا الستراكشر اتحرك همين نفس اتجاه الكون هم ميزيالي. إذا تحرك الستراكشر بالصورة الثانية ويا اتجاه الكون راح نقول هذا لينجوالي located lingually، أدخل لingually وأطلع. زين إذا أني لا سويت ما سويت ميزيال سوري لا سويت ميزيال العفو سو ما أرد أدوخكم بالدستال، بعدين سويت ميزيال الصورة الثانية اللي هي على اليمين، أنا كنت أحكي بالبداية على اليسار، سويت ميزيال شيفت وشفت الستراكشرز هذا الأوبجكت اتحرك ميزيالي ويا اتجاه الكون ويا نفس الشفت اتجاه نفس الاتجاه اقول هذا لينجوال. زين لا انا سويت شفت ميزيالي واخذت الصورة هاي الثانية اللي هو على اليمين، شفت لا هذا الاوبجكت وين راح؟ راح ديستال، غير مكانه ديستال عكس اتجاهي، انا حاطة الكون ميزيالي الاوبجكت راح ديستالي، معناه هذا الاوبجكت موجود بكالي. عرفتوني؟ اللي أنا أكو فد مصطلح صحولة سلوب. سلوب يعني شنو؟ الأس معناها سين لينجوال، الأل لينجوال أو أوبوزيت بكل بي بكل، يعني إذا نفس الاتجاه يعني هذا لينجوال بغض النظر اتخذت سويت ميزيال لو ديستال شيفت. أنت وين سويت شيفت؟ أنت شوف الشيفت
الستراكشر تحرك ويا اتجاه الشفت مالتك، شو اقول؟ هذا سيم لينجوال، نفس الاتجاه لينجوال. اوبوزيت بوكال، لا تحركت الشفت باتجاه والستراكشر تحرك باتجاه عكس الشفت مالتك، اقول هذا بوكال. اوكي، واي شيء ما فهمتوه هم قولوا لي اعيد لكم اياه يعني وقت ما تقرون. زين، هسه اني عندي تو، هسه هناك كان يعني مثلا فورين بودي امباكتد توث، هسه هاي الطريقه تفيدكم هواي هواي يعني متخرجين هسه اني روتيتر يمي وما يعرفوها، واني حتى يعني الاطباء الممارسين كلهم اللي عندهم عيادات يشتغلوها يعني اغلبهم ما يعرفون هاي التكنيك. احنا من نشتغل حشوة جذر سن مثلا upper 4 او lower 6 lower 7، هذني الروتات احنا قلنا 2 روت واحد فوق الله هاي غطي. زي انا اخذت مثلا هسه تشوفون هاي الاي اللي على اليسار، هذا روت الاسود روت والازرق روت. من اخذت تاني صورة صار الروت واحد فوق الله غطاه، ما عرفت هذا من هو بكا، هذا يا روت منهم بكال بليتال، وانا اشتغل حشوة جذر يعني لازم احط اعرف الوركينج لينك، لازم اعرف شلون احط الحشوة الجذر. الكل توث هسه تاخذوها البرنسبل يعني لازم تعرفون هذا من هو بليتال لو بكال، لازم حتى يصير شغلكم مضبوط. زين، ايش سويت؟ اجيت سويت شيفت هنا بي اللي هو الصوره رقم بي اللي هي على اليسار جوا، ايش سوى؟ سوى ميزيال شيفت. اوكي، ميزيال شفت، تشوفون تعرفون الميزيال من الدستات، سوى ميزيال شفت. منو اجى؟ الاسود الدائره السوداء جت ويا اتجاه الكون ميزيالي، اللي يجي ويا اتجاه الكون يعني شنو؟ هذا سميه لينجوال روت، هذا لينجوال روت. السمائي هذا بوكال روت، ليش اتحركت عكسه؟ اللي اجى ويا باتجاه الشفت مالتي ويا سين لينجوال اوبوزيت بوكال. زين، هسه الصوره اللي على اليمين سويت اني ديستال شيفت. ايش سويت ديستال شيفت؟ من اللي اجى ويا الديستال؟ هذا لينجو اللي اجى ويا لينجوال، اللي راح عكس اتجاه الكون مالتي، عكس اتجاه الشيفت مالتي، هذا بوكال. عرفتوني؟ فلازم تعرفون هذا اللي اجى ويا اتجاه الكون القريب مثلا على اتجاه الكون، حركته ميزيالي، اللي اجى ميزيالي مثلا هذا لينجوال، حركته ديستالي واجى ويا ديستالي هذا لينجوال، اللي يجي ويا اتجاه الكون لينجوال، سيم لينجوال اوبوزيت بكال. ضروري تفهمون، ضروري تفهموها لين اجيبها بالامتحان، وضروري تفهموها لين انتو حتى تصيرون تعرفون. اني والله العظيم أطباء عندهم عيادات ما يعرفون يشتغلون حشوة جذر، ما يعرفون هذا بوكال لو بليتال، صدقوني. فأنا أريدكم حتى لكم حتى أنتوا تعلمون. التكنيك الثانية اللي هي رايت أنجل ميثود، اللي هو أخذناها اللي هي كروس سكشنال ميثود، هذا فد عندنا فد فورين بودي وموجود هذا طبعا البيشنت صار عنده ريزوبشن بالأليفلار كريست، شوفوا شلون نازل البون، هذا صار عنده بوكت وعنده هذا الفورم بودي صار بالبوكت. شلون اعرف هذا بوكالي لو لينجوال بليتال اور بوكال؟ هسه احنا هاي لور يعني لو لينجوال لو بوكال. ايش سوى؟ اخذ له رايت انجل ميثود اللي هو رجعت البيشنت لورا وخليت الكون مالتي سنترال راي بحيث تكون بيربنديكولار على الايمج ريسبتور، وبين عندي شلون هو موجود بوكالي. اوكي، فشي كله سهل، بس انتو حاولوا تركزوا لي على السلوب لان وسهله، وبس ركزوا كون انتو مرتاحين وذهنكم صافي تنفهموا كلش بسيطه. شكرا جزيلا.